صباح الخير اعزائي المشاهدين، صباح الخير زملائي بالاستوديو. نبدي فقره رياضيه جديده لهذا اليوم. تدريباتنا راح تكون خاصه بمنطقه البطن، راح ناخذ تمرين او ثلاث تمارين حتى نقدر نتخلص من الترهل اللي متراكم بهذه المنطقه. قبل هذا كله نبدي بتهي عضليه ومفصليه. نبدي بمفصل القدم من الاسفل، دائري 1 2 3 4 5، بالعكس 1 2 3 4 5، قدم الثاني 1 2 5، بالعكس 1 2 3 4 5، ركبتي مع بعض، اسفل اعلى 2 3 4 5، ورك للجانب راح اخذ 1 2 3 4 5، جذع للجانب 1 2 3 4 5، هيئ مفصل العكس 1 2 3 4 5، بالعكس 1 2 3 4 5، رقبة جانب 1 2 3 4 5، هيئنا جسمنا تهيئة عضلية ومفصلية. راح ناخذ التمارين، راح تساعدني كابتن مروة وكابتن دالي. راح ننزل على المصطبة. التمرين الأول اللي راح آخذه إيدي للخلف، ظهري ظهري ممدود مرفوع عن المصطبة، راح أسوي سحب ركبتين على الصدر بصورة مستمرة، أمد رجلي مدة كاملة، أسحبها مدة كاملة حتى يكون عندي ضغط على منطقة البطن. 6 7 8 9 10، أخذنا 10 تكرارات، هذه العشر تكرارات أقدر أعيدها 3 أو 4 في 10 أو في 15. هذا التمرين الأول. التمرين الثاني اللي راح آخذه نفس الطريقة، راح آخذ تقاطع بالساق للأمام، ظهري مرفوع للأعلى، الساق مالتي ممدودة، أحافظ على الركبة مالتي ممدودة بصورة مستقيمة. 7 8 9 10، هذا التمرين الثاني اللي أخذته أسويه 15 تكرارة أو 20 تكرارة وأعيدها في 4. راح آخذ تمرين أخير اللي هو رجل راح تكون ممدودة، أسحب مرة يسار مرة يمين حتى يكون ضغط على منطقة الجوانب من البطن. 6 7 8 9 10. طبعا هذه 3 تمارين اللي اخذتها مو كافيه، لازم اكون ملتزم منهاج غذائي معين خالي من السكريات والمعدلات حتى اقدر اوصل للوزن المثالي في اقرب وقت ممكن. شكرا لكم، وهذه عودة لزملائي في الاستوديو. في امان الله.